أرى كثيرا من الناس الذين يظهر أنهم ملتزمين ليس فقط للفرائض بل وللنوافل والأمور المستحبة كالذكر بعد الصلاة مثلا والتسبيح والتحميد والتكبير ونحو ذلك، فأرى بعضهم حينما يريد أن يعمل بقوله عليه السلام من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 ثم قال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. هذا حديث صحيح ورواه الإمام مسلم في صحيح. حينما يريدون العمل بهذا الحديث ترى بعضهم لا يكاد يبين بلسانه عن تسبيح الله وتحميده وتكبيره، فماذا تسمع؟ رأيتم كما رأيت أنا أظن، لست وحدي يعني في هذه الدعوة. أشمهم الآن هذه ماذا نسميها السبسبيس ثم الحمد لله هذا ليس تسبيحا وليس تحميدا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، بلحظات بثواني انتهى من 100. هذه 100 من جاء بها ما أجرها؟ غفر الله له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. ولو كان الإتيان بها بهذه البسبسة حاشا لله، إنما يجب أن يتأنى فيقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله إلى آخره.